الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. نعم معاشر الأحبة، ها نحن في موسم من مواسم الآخرة، وها نحن في أيام ما طلعت الشمس ولا غربت على خير من هذه الأيام. وإنك لتعجب أن عشر ذي الحجة لا يحتفي الناس، أو كثيرا من الناس لا يحتفون بها، مع أنهم يحتفون برمضان ويفرحون برمضان، وحق لهم أن يفرحوا برمضان، لكن ما علموا أن هذه العشر هي خير من أيام الدنيا كلها، أي أنها على الصحيح خير من نهار رمضان، بل والصحيح خير من ليالي رمضان. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي المراد بها أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أقسم الله بها، والفجر وليال عشر، هذه الأيام المعلومات، هذه الأيام التي تجتمع فيها أركان الإسلام، كل أركان الإسلام. وتصوروا معي، هل ممكن أن تجتمع أركان الإسلام كلها في أيام إلا هذه الأيام؟ لا يمكن. ممكن أن يأتي رمضان ونصومه، ثم بعد ذلك نزكي فيه ونصلي فيه ونعلن التوحيد فيه، لكن أين الحج؟ لا نستطيع أن نحج البيت الحرام إلا في أيام العشر، في آخرها يبدأ أيام الحج البيت الحرام من وقفة عرفة، ولمن أراد السنة من التروية إلى أيام التشريق. إذن هذه العشر هي درة الليالي، درة الأيام، سرة الكون كله، هنيئا للمؤمن الذي يبلغها. لا بد أن نفرح بها، ولا بد أن نحتفي بها، لا أن نقيم احتفالات لا، ولكن نجدد القلب في المسير إلى الله جل وعلا، نجدد التوبة في الإقبال على الله جل وعلا. هذه الأيام التي البعض منا تمر عليه مرورا، لا أقول مرور الكرام، فالكرام إذا مروا فإنهم كرام، لكن يمر بعضنا عليه هذه العشر وهو ما شعر بلذتها وما شعر بتعظيمها. أتدرون أن العبد إذا ما عظم شعائر الله فمعنى ذلك فإنه لا خير فيه ولا تقوى في قلبه تقوى كاملة، لأن من يعظم شعائر الله، قال الله: فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم شعائر الله ليس النحر والهدي والأضحية، إنما ما عظمه الله في دينه ينبغي لنا أن نعظمه، ما جعله الله عظيماً عزيزاً يجب أن نفرح به ونعظمه. ولذلك البعض منا في رمضان كان يتخفف من الأعمال ويمكث في المسجد ويقرأ القرآن ويفطر الصائمين ويتصدق من ماله ويقوم الليل. أتدري يا عبد الله أن هذه العشر خير من شهور العام كلها؟ شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله وهو يتحدث عن تفضيل العشر الأوائل من ذي الحجة على العشر الأواخر من ذي الحجة، من العشر الأواخر من رمضان، قام فقال قولا وسطا، فقال: أما ليل العشر الأواخر من رمضان فهي أفضل، ونهار العشر الأوائل من ذي الحجة فهو أفضل. هذا قول لشمس الدين رحمه الله، وقول آخر لكثير من أهل العلم: بل إن العشر الأوائل من ذي الحجة هي خير من رمضان ليله ونهاره، لأن الليل يسبق النهار والنهار تبعه الليل، فلا بد أن يكون الفضل لليل والنهار مجتمعين. واليوم سأتحدث عن أحب الأعمال إلى الله، ولن أتحدث عن الحج، مع أنها عشر ذي الحجة، مع أن هذه العشر تجتمع فيها أمهات العبادات، ولذلك هذه العشر يسميها بعض أهل العلم بأم العبادة، أي أن هذه الأيام يجتمع فيها كل أنواع العبادات من فرض ونفل. لكني سأتحدث اليوم عن أول ما يحاسب العبد عنه يوم القيامة. لو حج
ولو زكى ولو صام ولو جاهد ولو بذل المال ولو زكى لن ينظر في سائر عمله قبل أن ينظر إلى صلاته، فإن صلحت أفلح وأنجح وإلا خاب وخسر كما ثبت في الحديث الصحيح. ما رأيكم أن نعاهد الله في هذه العشر؟ لأننا يوم القيامة أول ما سنحاسب عنه الصلاة، فيسأل الله عن صلاتك فتوزن، فإن كانت كاملة هنيئا لك، وإن كانت ناقصة سيقول الله جل وعلا لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، لديه قيام ليل، لديه صلاة الضحى، لديه سنة الوضوء، هل هو يصلي؟ فإذا قيل نعم هو يصلي وهذا مخزونه من الصلاة النوافل، أخذ من هذه الصلوات النافلة فأتم نقص ما كان من الفرائض. المصيبة إذا كان الحساب منكشف وأنك ستأتي يوم القيامة الفرائض غير كاملة والنوافل مفقودة. فلنعد في هذه العشر ولنتعاهد ونعاهد الله أن صلاتنا ستكون غير، وإقبالنا عليها بإذن الله بقلوبنا قبل أبداننا، وأننا سنسجد لنقترب من الله، وأننا سنصلي صلاة خاشعة تنهانا عن الفحشاء والمنكر. هذا أول عمل ينبغي أن تحافظ عليه، واعلم أن من نقص الفقه أن يحرص الإنسان على النوافل في العشر الأوائل أو في رمضان ولكنه لا يحافظ على الفرائض، كالذي يقوم الليل وينام عن صلاة الفجر، يا ليتك ما قمت الليل ونمت الليل كله ثم صليت صلاة الفجر جماعة، إنها الصلاة قرة عيون المتقين وقرة عيون الموحدين. اجعلوها في العشر الأوائل من ذي الحجة معاشر المؤمنين، اجعلوها أول الأعمال حفاظاً، لأنها أول الأعمال سؤالاً يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خالٍ من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجات؟ العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع، لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء. هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ، المفروض أن يقال لي لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج،
مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام سأتحدث قبل ذلك عن التخلية، قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح. لا بد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طهر قلبك من الحسد. البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضعوا له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف، ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك. معناه أنت مريض بالكبر، طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح، وهذه النمامة، ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني، ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله، ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر بالعيد، وأهمنا لديه في العشر أن يذبح الأضحية وأن يلبس الثوب الجديد. حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله، أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات وفي أفضل أيام الدنيا، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة وبالغسل بماء الإيمان عاجلا وبإخراج السجناء عاجلا وبإطلاقهم لله، ثم يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه وأن يحل الإيمان في قلبه وأن يرزقه لذة المناجات وأن يرزقه العمل الصالح وأن يثبته عليه. هذا أيها الأحباب من أوجب الواجبات في بداية العشر، من أوجب الواجبات في بداية العشر إصلاح مضخة رفع الأعمال إلى الملك العلام سبحانه وتعالى. لا تغضب علي فإني أتحدث عن الفضائل في الدروس القادمة والحلقات القادمة، لكن ماذا أفعل؟ إن الله جل وعلا لا ينظر إلى صورنا، إنما ينظر إلى قلوبنا. وكم فتح باب السماء في يوم اثنين وخميس، فارتقت أعمال العباد إلا عمل ذاك القاطع وذاك الهاجر. فحتى نوقف نزيف الحسنات نقول اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.